في إطار تبادل الزيارات وتوطيد أواصر الأخوة والصداقة بين الجالية المغربية المقيمة بسويسرا ونظيرتها بهولندا، استقبل فريق إفس ماروكو الممارس بالدوري السويسري الدرجة الرابعة لكرة القدم فريقا مكونا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا من أجل إجراء مقابلة ودية بين الجاليتين. هذه المبادرة هذه قمنا بها احنا باش نوطدوا العلاقة بيناتنا بين الجالية المغربية المقيمة بهولندا والجالية المقيمة بسويسرا. وكنا درنا واحد الجولة عندهم هذه واحد السنة من قبل، وكنا بغيناهم يجيو لعندنا ولبوا النداء وجاو لعندنا باش يشوفونا ويوطدوا العلاقات معنا. وحنا الآن كنتواجدوا في مدينة زوريخ بدولة سويسرا، سعداء بهذه الزيارة عند الإخوان ديالنا المغاربة هنا، وهي رد لواحد الزيارة كانوا قاموا بها الإخوان ديالنا المغاربة من مدينة زوريخ لمدينة أمستردام. كنا جد سعداء بالزيارة ديالهم لينا، والآن حنا فرحانين بأن جا اليوم اللي غادي نرجعوا لهم هذه الزيارة. وكما كتشوفوا الآن هناك فريقين، فريق من زوريخ وفريق من أمستردام، واللي جميل في هذا الفريق هو أنه كيتكون كذلك من الجيل الأول ومن الجيل الثاني، وإن صح التعبير كذلك أفراد من الجيل الثالث. وحنا سعداء بأن المغاربة ديال العالم أنهم كيتواصلوا بعضياتهم، ماشي يلتقيوا فقط في المغرب أثناء عطلة الصيف، ولكن حتى يتواصلوا بعضياتهم ويشوفوا المشاكل اللي كيعانيوا منها، واللي كنتمنى هو أن كذلك التجارب يستافدوا منها. يعني كل الإخوان عندهم تجارب في البلد ديالهم، فلعل وعسى يستافدوا منها الإخوان في البلد الآخر. وفي أجواء ليلية جميلة تغري بلعب مباراة في كرة القدم، انطلقت هذه المباراة التي عرفت مشاركة بعض اللاعبين الذين سبق لهم اللعب بالدوري المغربي، وشهد اللقاء ندية وتنافسية بين الفريقين في إطار الروح الريادية وبعيدا عن روح الفوز والتعصب التي دائما ما تطبع اللقاءات الكروية، إذ كان الجميع يسعى من وراء هذه المبادرة إلى تعزيز العلاقات الاجتماعية والريادية وجمع شمل الجاليتين وتسليط الضوء على نجاحاتها في البلدين، كما يهدف الجميع إلى إيجاد قنوات للتواصل مع باقي أفراد الجالية المغربية المتواجدة بباقي دول المهجر بهدف توحيد صفها لما يخدم مصالحها وخدمة وطنها. أكيد أن نتيجة المقابلة ليست مهمة بقدر ما هو مهم توطيد أواصر المحبة والأخوة والصداقة بيننا وبين الإخوة من مدينة أمستردام. وفعلا الأجواء اللي كتجرى فيها المقابلة كتعكس تماما هاد الأمور الأخوية هذه، خصوصا وحنايا كنعيشوا في ديار المهجر، فكتجي فرص مثل هذه من أجل تكسير الروتين ديال الغربة وبالتالي إحياء صلة الرحم مع الإخوان ديالنا من مدينة أمستردام. وبحقيقة النتيجة ما عندها حتى شي هدف، حنا المهم عندنا هو نتلاقاو مع هاد الأصدقاء هادو، أنه جاو عندنا مدينة أمستردام لعبنا معاهم مقابلة، وملي كنساليو كنمشيو كنتجمعو جميع كنتعشاو جميع وكنديرو صلة الرحيم، لأن كاين واحد العلاقة اللي قديمة مع بعض الأصدقاء هنا اللي كنعرفهم أكثر من 30 سنة، وكيرحبوا بنا في زوريخ وحتى حنا كنرحبو بهم في أمستردام. وفي نهاية هذا اللقاء أقيمت مأدوبة عشاء على شرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، وذلك على نغمة الدقة المراكشية، وأعرب الجميع في الأخير عن شكرهم وامتنانهم على هذه المبادرة القيمة التي تصب في مصلحة الجاليتين. كما من شأن هذه الزيارات المتبادلة أن تلعب دورا في تعزيز صلة التقارب والعمل المشترك بين الجاليتين بصفة خاصة والجالية المغربية بدول المهجر بصفة عامة. مبادرة أكثر من رائعة تلك التي قامت بها الجالية المغربية المقيمة بسويسرا في ظل سياسة شد الحبل التي تطبع العلاقات بين الجمعيات المغربية المقيمة بدول المهجر، في الوقت الذي كان عليها توحيد جهودها لتوفير الحد الأدنى من خدماتها للجالية المغربية التي تبقى في حاجة ماسة لمن يأخذ بيدها ويدافع عن حقوقها. الغالي محمد رشاجدة، زوريخ.